هذه الفعالية تأتي اليوم انطلاقا من الحدود مع الأراضي المحتلة عام 48، وهي عبارة عن تطير طائرات ورقية في السماء تحمل شعار الرؤية العالمية. هذا الشعار الذي يمثل عمل إنساني وخيري في فلسطين، وقد اعتقل مسؤول ومدير مكتب الرؤية العالمية في قطاع غزة بتهم باطلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. جئنا لنؤكد اليوم بأننا الأقرب إلى أراضينا المحتلة. أن ما حدث مع المهندس الحلبي أمر مرفوض وغير مقبول، نتج عنه العديد من وقف العشرات من المؤسسات الخيرية والعمل الإنساني، وبالتالي ارتكبت مجزرة بحق الأطفال وبحق المجتمع المستفيد من هذه المؤسسات. وجاءت هذه الفعالية من أجل لفت الأنظار بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن المهندس خليل حلبي وإعادة فتح مؤسسة الرؤية العالمية لكي تمارس مهامها بالطريقة الصحيحة والسليمة في خدمة المجتمع، خصوصا وأن المجتمع في قطاع غزة يعيش واقع صعب في ظل الحصار المفروض عليه. خليها